الالتزام بإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس قومي للإعلام أو هيئة مستقلة على غرار هيئة الإذاعة البريطانية تعبر عن التوجهات العامة والمصالح الاستراتيجية للدولة بعيداً عن النظرات الحزبية والطائفية والفئوية الضيقة، تقوم بالأساس بالتخطيط للسياسات الإعلامية للدولة بما يحقق الحيادة والمهنية والمصداقية، وكذا تدير مرفقي الإذاعة والتلفزيون الرسميين وتختار قياداتهما. خامساً، التعهد بعدم إصدار أي تشريع استثنائي وإلغاء حالة الطوارئ والالتزام الصارم بحقوق الإنسان والمساواة الكاملة بين جميع المصريين فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات دون تفرقة على أساس الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجهوي. سادساً، الالتزام بعدم إعاقة التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الديمقراطية التي أتت بالرئيس والتي أفرزتها دماء شهداء ثورة 25 من يناير المجيدة، وذلك بالترشح لمدة رئاسية واحدة فقط. سابعاً، التعهد بالالتزام بمبدأ حياد الرئيس باعتباره حكماً بين السلطات، وكذا التعامل المتوازن مع كافة الاتجاهات والقوى السياسية. ثامناً، التعهد بعدالة تمثيل كافة الاتجاهات السياسية الرئيسة فيما يصدره رئيس الجمهورية من قرارات بتعيين في مؤسسات الرئاسة والحكومة والمحافظين والجهاز الإداري للدولة وغيرها. تاسعاً، يتم تشكيل لجنة خبراء هدفها دمج برامج المرشحين فيما ليس فيه تعارض، وصولاً إلى مشروع وطني شامل يلتزم بتنفيذه الرئيس القادم وحكومته، ويكون خارطة العمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري والفني لمصر ما بعد الثورة. عاشراً، الالتزام بأن الأزهر هو المؤسسة الإسلامية الرسمية للدولة وهو المرجعية الوحيدة في هذا الشأن، والاتفاق على أن وثيقة الأزهر ملزمة للجميع. 11، يتعهد كلا المرشحين باحترام النصوص الدستورية التي حددت آليات ممارسة العمل السياسي من خلال الأحزاب فقط، ومن ثم عدم السماح لأي تنظيمات بخلاف الأحزاب بمباشرة العمل السياسي تحت أي مسمى كان. يتعهد الدكتور محمد مرسي بالاستقالة من رئاسة حزب الحرية والعدالة بمجرد إعلان فوزه في الانتخابات، وكذا من عضوية جماعة الإخوان المسلمين في موعد غاياته 9 يونيو 2012. ثانياً، يتعهد الدكتور محمد مرسي بصفته رئيساً لحزب الحرية والعدالة ومرشحاً عنه وكذا حزب الحرية والعدالة بالتعاون مع كافة القوى السياسية والوطنية للانتهاء من إقرار آليات اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومن ثم سرعة انتخاب جميع أعضاء الجمعية من خارج البرلمان في موعد غايته 9 يونيو 2012. ثالثاً، يتعهد الدكتور محمد مرسي بأنه لن يكون لجماعة الإخوان المسلمين أو مرشدها أي دور سياسي يمكن أن يؤثر في قراراته كرئيس منتخب من الشعب لرئاسة كل المصريين. الضمانات الموجهة للفريق أحمد شفيق. 1، يتعهد الفريق أحمد شفيق بعدم التدخل في أحكام القضاء وكذا بالامتناع عن إصدار أي قرارات عفو رئاسي عن المتورطين في جرائم بحق الشعب والثورة. 2، يتعهد الفريق أحمد شفيق بعدم إحياء الحزب الوطني المنحل بأي صورة أو مسمى آخر، وعدم الاستعانة مطلقا وبصورة قاطعة بقيادات الحزب ورموزه وغيرهم من غير أعضاء هذا الحزب المنحل من ساسة وإعلاميين، وكذا التعهد بعدم الانضمام إلى حزب أو تشكيل حزب خلال فترة رئاسته. 3، وأخيراً، يتعهد الفريق أحمد شفيق بأنه سيكون رئيساً مدنياً منتخباً لكل المصريين، ومن ثم سيدير الأمور بعيداً عما يتفوقه البعض من عسكرة الدولة ومن وجود دور أو تدخل من القوات المسلحة في اتخاذ قراراته السياسية.